نواصل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده اليوم مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، حيث أكد أن الحكومة أصبحت على دراية بكل شحنة خارجة من أي مكان بفضل نظام التتبع والتقويد. أضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح. والحمد لله مصر، يعني احنا يعني النهارده بقت مصر من اعلى دول العالم، يعني اذا ما كناش بقينا رقم واحد في الموالح لكن بقينا فعلا من اعلى دول العالم في تصدير الموالح، انتاج وتصدير الموالح. وهنا مره اخرى زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم على اسس علميه عاليه جدا في تكويد المنتج، عشان ابقى ضامن ان لو في اي لحظه احنا كان بيحصل عندنا مشكله، هقولها لحضراتكم من فتره، إن لما كان بيبقى أي شحنة تصديرية بيحصل فيها مشكلة ممكن الدولة اللي استقبلت هذه الشحنة تروح موقفة استيراد من مصر بالكامل. النهاردة لا، من خلال هذا النظام، نظام التتبع والتكويد، أنا ببقى عارف كل شحنة خارجة منين، وبالتالي لو حصلت مشكلة أقدر يعني أقدر أخد الإجراء ضد المكان اللي خرج هذه الشحنة وما وقفش تصدير كل المنتج أو المحصول من مصر.